بعد الثانوية يا شيخ انتقلت؟ أيوة بعد الثانوية حصل الانتقال على كل حال. بعد الثانوية نعم إلى هذا الشيخ في مالي. في مالي في بتوجيه مالي. بتوجيه ايش من هذا الشيخ الذي كنت في مدرسته؟ نعم نعم رأيت. نعم. فلما أخبر فلما حثني وشجعني ورغبني هذا الشيخ في المو... في... في في اللقاء أو في الالتحاق بهذا الشيخ في مالي، أنا أخبرت والدي. نعم. قلت أنا أرغب في السفر. نعم. فقلت أرغب في السفر. قلت نعم. فبينت له كيف حصل هذا. فقال خلاص أنا أعد لك ما تحتاج لي. ما شاء الله. كان لا يتقاصر. فكان صاحب غنى في ذلك الوقت حسب الحال هنالك، فجهزني وسافرت. ما شاء الله. إلى مالي. إلى هذا الشيخ واسمه أبو بكر دمبواقي. 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 واقي. هو حاكم اسمه دمبواقي. اسمه أبو بكر عثمان دمبواقي. دمب هذا لقب أيضا بمعنى صاحب علم أو كذا بلغة محلية هنالك. لعله باللغة الفلانيين كما يقال. لغة الفلانيين. وواقي هذا نصبه أو اسم قبيلته. ككوني لنا فهو واقي اسم قبيلته لقب قبيلته. رأيت. ما شاء الله. فهذا إلى مالي وصلت الآن إلى أخوالي. إلى أخوالي. بلدي أخوالي. إيه ما شاء الله. أيوة. برا لا جوا. حتى برا نريد تفصيله، لان حتى البر برا في افريقيا. في افريقيا اصعب واصعب. كيف حيكون شيخنا برا في اصعب؟ كيف كانت الوسيله؟ الى يومنا هذا يا شيخ اصعب. نعم جربته. الله انا حبست في الطريق بين بوبو والعاصمه يا شيخ. الله المستعان. كيف الوسيله ايامها شيخنا؟ هل هي حافله او لا؟ هي سياره. سياره من النوع القديم. لكن الاقدام ممكن احسن من السياره، الله اعلم. احيانا هذا ايضا متعب. نعم. لكن سافرت بسياره الحمد لله. وعند سفري مررت بمدن وقرى قبل ان اصل الى تلك المدينه التي فيها هذا الشيخ. نعم نعم نعم. رايت. نعم. ووقفت في بعض توقفت في بعض هذه المدن او بعض هذه القرى ثم انتقلت. ما حصل لك شيء شيخنا ملفت هناك في الطريق؟ شيء ايش يعني شيء ملفت استوقفك تتذكر او ما تتذكر يعني. شيء ولا ما اتذكر شيء. هو أيوة. منها أيوة. ما يتعلق بالعلم، لاني أيوة. توقفت في أيوة. مدينه السيغو. ايوه. ووجدت فيها ومدينه السيغو هذه فيها اقاربي من جهة أمي. نعم تبعي. يا بعض الأقارب من جهة أمي. نعم نعم. فلما نزلت في سيغو هذه عند بعض هؤلاء الأقارب قالوا لي عندنا شيخ أو عندنا عالم كما قالوا صاحب مدرسة. نعم. قديمة لعلك تزوره. زره. لأنهم رأوني طالب علم وأنا في طريقي إلى بلدة لطلب العلم. نعم. فقالوا قبل أن تنتقل إلى البلدة التي تريدها زرها هذا الشيخ. نعم. فزرته في بيته واسمه سعد عمر توري. نعم. وكان مدير مدرسة قديما هذا مدير مدرسة. نعم. هذا الرجل زرته في بيته ثم ذهب بي إلى مدرسته في يوم آخر هكذا. نعم. وفي اليوم الأول أو في اليوم الذي زرنا مدرسته جئت معه من بيته إلى المدرسة. أمشي معه هكذا إلى أن وصلنا إلى باب المدرسة فإذا بالطلبة يذهبون إلى حديد أو حديد كذا معلق بشجرة يدقونه، أي هذا الحديد، على أن وقت الدخول قد حان. هذا الجرس المدرسة. الجرس. ما شاء الله. سبحان الله. طريقة بدائية جدا يعني. كانوا يدقونه، لكن هم كان هذا الحديد فوق. حتى يكون الصوت أعلى إن شاء الله. أيوة. نعم. فكان بعضهم يقول وهذا الحديد معلق بالشجرة. فهم ما يصل يد ما تصل أيديهم إليه. لا بد أن يأخذ بعضهم على
ببعض ما على حركته لما دخلنا ورأيناه هكذا فإذا بالشيخ نفسه يقول لهؤلاء الشباب الطلبة أنتم لستم بشيء ما عندكم نشاط فإذا به هو يتعلق الشجرة مباشرة حكم نعم يصعد فوق الشجرة بنفسه ويدق ويدق يعلمه يعني جمعا بين العلم والعمل أولاده نعم فأنا قلت كنت ما قلت الله أكبر هذه ما مما يلفت النظر صحيح والله ليت الشباب أن يسمعوا يا شيخ النعم التي نحن فيها هنا يعني شيخنا هذه شيخنا لعلها تركت أثرا في قلبك كيف نعم والله تركت أثرا شيخنا نعم تركت كيف الشيخ هذا يقوم بنفسه بقرع الجرس هذا هو ثم دخلنا الفصله نعم اللي هو كان يعلم دخلنا فصله وأجلسني بجنبه الله سبحان الله والطلب أمامنا كذا نعم فكان اتفق أن كان يشرح كتابا اسمه عظة الناشئين لمصطفى الغلايني البيروتي عظة الناشئين كان في أخلاقه كذا حسب فكان يشرح في هذا الكتاب يشرح موضوعا في هذا الكتاب وكان موضوع الشرح لهذا الكتاب الموضوع الذي كان يشرحه في الكتاب العدل نعم العدل يا سلام ما شاء الله هكذا وافق ما العدل فيشرحه لهم شوف طريقته في الشرح يأتي بالأسلوب العربي أو بالكلام العربي ثم يشرحه إما بالعربية أو باللغة المحلية فما كان واضحا بالعربية يقرأ هكذا لأنهم يعرفون وهم متقدمون قليلا هؤلاء الطلبة ما شاء الله وإذا وجد في الكلام كلمة فيه غرابة أو كلمة عربية يحتاج إلى بيان بلغتهم يشرحه بتلك اللغة حتى يفهم ومن ذلك ما يلفت النظر أيضا أنه عند شرحه لهذا الموضوع وصل إلى عبارة هذه العبارة هي ما أزال أحفظها ما شاء الله قال هذا الرجل المؤلف هذا مصطفى اجعلوا العدل شعاركم أيوة. ارجع إلى هذا الكتاب من كان هذا اجعلوا العدل شعاركم اجعلوا العدل هذا معناه يعرفونه نعم. أما شعاركم فهذه كلمة غريبة لغوية نعم. ففسره بلغتهم فقال اجعلوا العدل فركنينكم 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 نعم معنى شعاركم هو فركنينكم باللغة المحلية لكن أنت هذا الوقت يا شيخ تعرف اللغة العربية نعم أعرف أنا درجة على كلها أعرف معرفة ما على كلها معرفة ما حسب ما وجدته أنا كل الحمد لله عندما كنت تدرس الكتب في أي نعم نعم في بوركينا هو اللي ذا أقول لك كنت عارف العربية نعم لكن إلى درجة على كل إلى درجة هو الآن يقول لك يعرف العربية التي كانت هي ابتدائية ابتدائية لازال الآن العربية الجيدة لكن تفهم الكلام نعم 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 وهكذا ثم مررت بعد يوم أو كم يوم مررت من هذه تجاوزت هذه البلدة إلى البلدة التي فيها الشيخ الذي كنت أقصده نعم كنت بالسيارة